بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة والسادة، عشرة. ومحبي السحرية المستديرة كرة القدم، بحييكم. واليوم طبعا كل العالم بينتظر المباراة الكبرى اللي هتجمع بين فريق ليفربول مع ريال مدريد في نهائي كأس أوروبا للأندية اللي هتقام في باريس بعد وقت قصير من الآن، وبيسعى فيها محمد صلاح للحصول على كأس الغالية للمرة الثانية مع ليفربول، وذلك تعويض لعدم وصول مصر طبعا لنهائي كأس العالم بقطر، وعدم حصوله على الدوري مع ليفربول هذا العام، رغم انه طبعا فاز بهداف الدوري مناصفة مع سون، ولكنه طبعا عايز يختتم في الاول عن طريق محمد صلاح. ويا للبداية، يا للبداية يا الفرعون، صلاح يدون الهدف الاول بصورة هذا العام بكاس اوروبا، وده هيكون تعويض كبير لي وكل المصريين والعرب ومحب محمد صلاح. هنوريكم بعض التصريحات لكريم بنزيما وانشيلوتي ويورجن كلوب ومحمد صلاح، اللي بتوضح ان كله اليوم جاهز، سواء لاعبي ريال مدريد سواء لاعبي ليفربول، على حصد هذه البطولة الغالية والتتويج بيها وانهاء العام بالبطولة الكبرى التي تعد موازية في قوتها لبطولة كأس العالم. تابع معايا الفيديو، ولو عجبك الفيديو عاوزين بقى تشترك في القناة واعمل لايك، ونتمنى تعجبك هذه المنوعات الخفيفة والأهداف الجميلة لمحمد صلاح. سلام، ودعواتكم بقى ودعوات العرب كلهم لمحمد صلاح. سلام.